سعينا لامتلاك مقومات القوة ليس سعيا إلا للحفاظ على أمنها وسلامتها في عالم يبوب بالصراعات. مصر بقت من أفضل الدول وبتنافس الحقيقة في الأسلحة الصغيرة زي الكلاشينكوف، لكن المرة دي كان الموضوع مختلف الحقيقة، إن احنا دخلنا في حاجات ممكن تعتبر يعني تغير في قواعد اللعبة، درونز استطلاع، درونز مقاتلة. كان من أهم الحاجات اللي عرضناها النهاردة ولأول مرة بتظهر نعم. المركبة المدرعة سينا 200. تطوير تسليح القوات المسلحة وتطوير قدرة على البحث والتطوير، وده مهم. يعني دايما من يملك القدرة على البحث والتطوير بيكون أفضل من اللي بيشتري اللي هو الحاجات الجاهزة، السلاح الجاهز، حتى لو كان يمتلك ميزانية كبيرة. احنا بنعمل الاتنين.